تحترف رسم المانجا بجوالك. السلام عليكم، في هذا الفيديو بنستعرض أكثر من تطبيق متخصص في رسم المانجا، وكلها متوفرة على الأندرويد والآي أو إس. أول تطبيق هو جمب بينت، هو واحد من أهم التطبيقات في هذا المجال، ويعتبر بداية ممتازة لكل اللي حاب يتعلم رسم المانجا. أول ما نفتح التطبيق بيكون فيه أكثر من قسم. أول قسم تشالنج جمب، بيكون فيه أكثر من فصل للرسم من بداية الرسم وإلى النهاية. أول ما نختار الصفحة راح يفتح معك صفحة التصميم، وهذه الصفحة فيها الكثير من الأدوات عشان تغير لون الخط وحجمه ونوعه وغيرها. وفي قسم جمب مانجا توتوريالز هو الأهم، من هنا تقدر تتفرج على كل الدروس مثل درس كيف تصمم الشخصية وكيف تصمم الحوارات. ومن الصفحة الرئيسية تقدر تبدأ برسم مانجا بالضغط على نيو مانجا، وبعدها تحدد حجم الصفحة، وبكذا تقدر تبدأ التصميم من الصفر باستخدام أدوات التطبيق. إبس بينت إكس هو تطبيق رسم شامل وله شهرة كبيرة بين الرسامين. في الصفحة الرئيسية في ثلاث خيارات: المعرض على الشبكة عشان تتفرج على رسومات المشتركين في التطبيق، والمعرض المحلي تحفظ فيه رسوماتك المفضلة في الانترنت، واخيرا معرضي. من هنا تقدر تبدأ الرسم بالضغط على علامة الزائد في الزاوية وتحدد مقاسات اللوحة عشان تبدأ عملية الرسم. وفي الأسفل في عدة أدوات أهمها الفرشاة، وفي أنواع كثيرة وبعضها مقفل، لكن تقدر تستخدمها بعد عرض مقطع دعائي صغير، وتقدر تحدد السماكة والتعتيم، وتقدر أيضا تغير الألوان. وأيضا في إمكانية إضافة مسطرة بأنواعها مستطيلة أو دائرية أو غيرها، وفي طريقة أنك تضيف بعض المجسمات أو المواد المختلفة عشان تسهل عليك عملية الرسم. وفي مكتبة ضخمة من المواد بجميع أنواعها تقدر تضيف أي مادة وتتحكم بحجمها. بعد ما تنتهي من الرسم اضغط على علامة السهم في الزاوية واحفظها إما بالتنسيق PNG شفاف أو عادي. تطبيق ميديا مانج هو من أهم تطبيقات رسم المانجا. في البداية في أكثر من خيار: نيو كانفاس عشان تبدأ رسمة جديدة من الصفر، أو تستخدم صورة من الاستوديو وتعدل عليها، وبعدها تحدد حجم الصفحة وبتفتح معك صفحة الرسم، وفيها طبعا كل الأدوات المطلوبة للرسم. لكن أكثر شيء يميز هذا التطبيق هو خيار المكتبة أو اللايبرري. من هنا تقدر تتعلم رسم المانجا وحسب التصنيف اللي تبيه، مثلا تلوين أو رسم الخطوط أو رسم الملابس أو العيون والشعر وغيرها. ولما تختار أي واحد منها بيعطيك أكثر من رسمة تعليمية نحملها عشان تفتح في صفحة الرسم. تطبيق AR Drawing واحد من التطبيقات المميزة في مجال الرسم. فكرته أنه يخليك تستخدم الكاميرا للمساعدة على الرسم. في البداية اختر الصورة اللي تبي ترسمها من مكتبة التطبيق، أو تقدر تشترك في التطبيق عشان ترفع صورة من ألبوم الصور، وفيه كثير من أنواع الصور ومصنفة بشكل مرتب. بعد ما اختار الصورة راح يعطيك شرح بسيط بالفيديو لطريقة استخدام التطبيق، وهي أنك تستخدم كاس أو شيء يخلي الجوال على شيء مرتفع بحيث تقدر تشوف الصورة، وتحتها تكون الورق اللي بترسم عليها، ويصير كأنك ترسم على ورقة شفافة، وتقدر تحدد مستوى شفافية الصورة وتكبر أو تصغر حسب الحاجة، وبهذه الطريقة الرسم راح يكون أسهل بكثير. تطبيق تاياسوي سكيتش هذا التطبيق فايز بجوائز كثيرة في مجال الرسم والتصميم، والسبب جمال تصميم التطبيق نفسه وسهولة الوصول للأدوات واستخدامها. في البداية اضغط على علامة الزائد عشان تبدأ الرسم، بتفتح الصفحة والأدوات بتكون في الأسفل، وتقدر تختار اللون من المربع في الزاوية، وفي أكثر من فرشاة تقدر تغير من بينهم حسب الرسمة، وفي مزايا أكثر في النسخة المدفوعة مثل تغيير نوع الخط وأدوات مختلفة وأكثر. يعطيكم العافية المتابعة، ومع السلامة.